بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اخوان هذا احد العملاء تم شرح له الماده ومشاهده بعض الاراء العملاء عن طريق اليوتيوب قناه اليوتيوب والمستخدمين وراح يجرب الماده مع الماده مره حلوه ومجربه ماده اوروبيه مفعولها اذا استخدمتها الان راح تضمن لحد مفعول الى 100,000 كيلومتر. يعني اذا استخدمت الماده هذه الان تضيفها والمفعول يظل معها إلى 100,000 كيلومتر. تحب تضيف بعد 70,000 كيلومتر أنت شيء راجع لك، إنما المفعول يظل إلى 100,000 كيلومتر. المادة عبارة عن تقنية النانو سيراميك 4 جرام ذرات البلاتينيوم، أحد المنتجات خاص في الماكينة اللي هو السي إس، والمنتج الثاني خاص في البنزين السي بي. طبعا المنتج يعمل على تحسين زيت المحرك، تنقية الزيت، يعمل على إطالة الزيت، يعمل على تسهيل حركة البساتم، تليين الشنابر، ترميم السلندرات الداخلية، زيادة عزم والأداء للمكينة المحرك، تنعيم صوت المكينة، تقليل من الدخان الناتج عن احتراق البنزين أو الزيت. طبعا هذه المادة الآن نقوم بإضافتها اللي هو السيرمايزر. طبعا كما تشاهدون هنا المادة جديدة، تاريخ إنتاجها 8/9/2017 وتنتهي في 2009/2022. المادة عليها مواصفات ومقاييس سعودية شهادة. الآن نضيف المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تم الانتهاء من وضع المادة. طبعا المادة لازم يكون الشرط أساسي يكون الزيت فيها جديد أو شبه جديد، لأنها تحتاج مسافة من 100 إلى 1500 كيلومتر. المفعول تدريجيا من 100 إلى 500 مفعول مبدئي، من 500 إلى 800 مفعول وسط، من 800 إلى 1500 اللي هو المفعول الكلي للمكينة. تظل ثابتة في المحرك إلى 100,000 كيلومتر. مادة أوروبية اللي هي هذه خاصة في الماكينة، هذه خاصة في البنزين، تستخدم قبل إضافة البنزين، يتم تعبئتها ثم نضاف عليها 25 إلى 30 لتر. هذه المادة نظيفة، تعمل على تنظيف البخاخات، تصفية البنزين، تعمل على تنظيف سطح الماكينة، البلوفات، مساعدة الشنابر كمان. سي بي عليه الشرح انا طبعا غير وافي، لكن اللي نقدر عليه احنا نشرح. هذه المادة الآن نضيفها، اللون الأزرق تبع البنزين، اللون الأحمر تبع ال هيد أونلي. هذا هو العميل، استخدم قبل معانا من نانو انرجايزر، الان استخدم الماده الجديده معانا. ريجولار كاستمر من نانو في الماده. هي يوز ذا اولد وان، ناو هي يوز ذا نيو وان.